هو انت لازم تنزل؟ طيب تيجي ناخد قهوة في مكان ادفع عشان اكيد في خناقة عظيمة مستنياك دلوقتي. طب خلاص ناخد القهوة هنا. بقولك ايه يا ديدي؟ نعم. انا مش هشرب حاجة، انا همشي دلوقتي حالا. اللي حصل ده عمره ما هيتكرر تاني بأي شكل من الأشكال، انت فاهم ولا لأ؟ ويا ريت بعد اذنك يعني الفتره اللي جايه دي ما تحاوليش ابدا ان انت لا تقربي لي ولا تكلميني على قد ما تقدري، يعني عشان انا فعلا مش هرد عليكي. طب على الاقل سلم عليا. واتش إت.